كل شيء ما بقاش عايش، ما بقاش نحنا الولاد ما حنينش فيا انا هاد القدر وجايين بحال الزبل. كاري بيت ب 18 امريكا وقاعده في رابط عندنا الدار، هاني درك غاديه حتى سيدي مهم ما دينهاش فيا. كبرت لهم ولادهم، راه كبر منكم، راه تزوجوا ولدوا ولادهم ولدوا بام حاجه على رجلي. ولادي ماشي ولادهم، راه درت لهم شي حاجه خايبه نكون ولادهم كبرتهم. كبرت لهم انت اللي كي دايره وما حانينش فيا، كنت نصب لهم بالبراك. واحدهم اللي داروا ولادهم وما حالتهم ما تلوش الدواء فيا انا، لاحوني لازم غاليين ثلاثه الولاد امي. الاخر عدوا 78 عام 58 عام هذا الاخر. دابا بريريكا كاريا ب 18 رابط لينا الدار ومحوزوا لي. شكون كيخلص لك الدار؟ انا نمشي نطلب. تطلب على الحاجه؟ اه واحد السيد مضيع 10 عام ديما مسكين، نزيد على 6 عاد نكمل الملك هذيك البراك. حي الحسن من كتبنا بالساحه ب 500 درهم فين كبرتهم ودرت لهم العراس ودرت لهم كل شيء وولادهم تزوجوا وولدوا. شكون ما بقاش نقدر نزيد فيهم؟ هذيك الصوفي هنا عزاني في الدواء وداك الشيء اللي بغيت نتعالج مع قبل هذا المرض دير عليا اللي ما يدير، دوز ليا ما تخلي ما دير عليا. هذاك الطبيب جاب ليها 10000 نزيد عليها 6 ونخلص بها. هادشي كامل وعندك ولادك؟ عندي ولادي ما ديناش فيهم، العيد الكبير عيدوا وما ذوقونيش. شكيش الحاجة ما شكيش. أنا اللي نبكي بني ضرورة، أنا اللي نبكي عيدوها شوية. الناس برانيين كل شيء في الطوبيس اللي بغيت نركب قولوا لي الكونترول ما بقاش تخلصي ركبي فاش ما بغيتي الطوبيس عجبك. الناس يركبوني في الطوبيس، الناس دايرين علي الميدري بوصل راسي ويقول لك دعي معنا تيرا وليتي زاري 91 عام وهما باص باقا تبدي تزيدي وتصلي وتمشي وتجي. الوالدين كنت دايرهم هما عينيا، ديك المحنة ديال الوالدية هي اللي وقفت معايا اليوم. ما قرا ما قراش مشي شي خلاونك مشي شي خلاونك. دموعك غالية الحاجة والله إلا دموعك غالية ما تبكيش. شكون عارفني لا واكلة ولا راكدة بلاش ولا بصح. زادوا لي الناس قالت ما تصوميش. قلت لهم لا. تصومي؟ اه. كانت لي منهم يديوها فيا يكبروا فيا. ما فيهاش تعلم عليا؟ كيما تعذبت معاهم ها هي عندكم الهضرة ديالي يعني هي عندكم. ما لاحتكمش كبرتكم ما خلات ما دارت عليكم والاخر لحتوني. راهي دوها فيا راه كنموت ما عنديش، كنمشي للروضه ديال الرحمه نوقف تما وما كنقدرش نطلب. الا عاونوني عطوني باش نطرح ليبه وداك الشيء ونمشي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma